اليوم سمعنا بشكل رسمي أذني نتيجة التنسيق والترتيبات بين إسرائيل وبين مصر برعاية أمريكا كمان بكل العلاقة إلى انتشار الجيش الإسرائيلي والجهود العسكرية في محور فيلادلفيا. التفاهمات او الحسابات الاسرائيليه والنيه الاسرائيليه عفوا لوجود عسكري جوهري على لكن طول سيد انفيتار، لا ادري محور ان انت فيلادلفيا. كنت تؤكد، يعني مصادر مصريه مسؤوله يعني نفت صحه ما تناولته وسائل الاعلام عن وجود تنسيق مصري اسرائيلي في هذا الصدد. فانا بس اكمل جوابي بخطرك، بدي التاكيد واكون واضح. أنا حسب تحليلي وحسب تقييمي وحسب التفاهمات عندنا في إسرائيل، إنه الإعلان الإسرائيلي على انتشار الجيش الإسرائيلي والجهود العسكرية على محور فيلادلفيا أجت بعد تنسيق بمستوى استراتيجية وتكتيكية بين مصر وبين إسرائيل ومصر، غير تنسيق مع مصر وغير كان مباشر بين الجانبين. أذني ما راح يكون أي إعلان رسمي بمبادرة إسرائيلية على السيطرة كاملة على طول محور فيلادلفيا. كل العناصر الأمنية في إسرائيل بفهموا بشكل منيح إنه هذا بحاجة ل هاي النية لانتشار عسكري هناك بحاجة لتنسيق مع الجانب المصري، وفي اتفاق وفي ملحق كمان عسكري للاتفاق والى اخره. نهائيا الاتفاق والعلاقات المباشره الطيبه المنيحه بين اسرائيل والجيده بين اسرائيل ومصر هذا مهم، مهم الاستمرار بالنسبه لهذه الشغل المشترك او تعاون او علاقات عسكريه ممتازه. أذني نحن بس في بداية الطريق أو في بداية المسيرة. نحن لسه نحكي هلا في هذه المساء، بس في يوم الأول الانتشار وكمان كل الجهود العسكرية راح تطول كثير. نحن لازم نأخذ بعين الاعتبار، وأكيد الإخوان المصريين بيعرفوا أحسن منا شو بيصير هناك فوق الأرض وتحت الأرض وشو حجم ذخيرة الأنفاق، أنفاق لتهريب أسلحة. هذه الأهمية، مش أكتر، مش إشي تاني، مش المواد الغذائية بس، الأسلحة وتهريب نعم سيد وذخيرة الفتار، التهريب إذا واسعة أو مش واسعة، وين بالضبط، في أي نفق وكذا. لازم ناخذ بالاعتبار كمان أن الجانب الإسرائيلي راح يوقف مع قواته في الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة، ومش على حساب الجانب المصري لكل طول محور فيلادلفيا.